أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن معرض الخليج العقاري بات يمثل استحقاقا سنويا هاما لجميع الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في مملكة البحرين، مشيدا بتنوع المجالات التي يقدمها المعرض من التشييد والتصميم. وأوضح الحمر أن مشاركة وزارة الإسكان وشركة عقارات الإسكان في معرض الخليج العقاري تأتي في إطار سياسة التعريف بالجهود الإسكانية التي تقدمها الحكومة الموقرة للمواطنين وترويج لمشاريع السكن الاجتماعي التي يوفرها بنك الإسكان، إلى جانب إبراز البرامج والمبادرات التي تتبناها الوزارة والتي تنوي طرحها خلال المرحلة المقبلة، والهادفة إلى توفير حلول إسكانية مبتكرة لخدمة قطاع كبير من طلبات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على السكن المناسب. بالنسبة للمعرض أنا جدا سعيد أشوف المشاركة هذه الكبيرة من قبل العديد من الشركات، وللأمانة احنا عايشين في البحرين في وسط الحدث، ولكن لم نتوقع أن هناك نشاط بهذا الحجم وبهذه التنوع في البحرين. ولله الحمد البحرين لا تزال يعني اقتصاديا لديها اقتصاد متين، وهناك إقبال كبير على القطاع العقاري، وهناك تنوع أيضا كبير، هناك في إبداع وفي مبادرات جديدة وفي مختلف مناطق البحرين. تأتي مشاركة بنك الإسكان في المعرض في إطار العمل المشترك مع وزارة الإسكان وأيضا شركة عقارات الإسكان. احنا سعيدين ان اليوم عندنا هذا العمل الوثيق اللي يربط البنك ويا الوزارة اليوم تجسد بعد على أرضية المعرض من خلال العرض المشترك، في تركيز على المرحلة القادمة وما تتمثل فيه من مشاركة كبيرة للقطاع الخاص على مستويين التمويل وعلى مستوى التشييد أو التطوير العقاري. يوجد برنامج جديد وهو برنامج تطوير الأراضي الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، بدأ على أرض الواقع ويوجد مشروع حاليا قيد الإنشاء، والمعرض عند زيارته من كافة المستثمرين والمهتمين في المجال العقاري والتطوير العقاري تكون له فكرة عن مستوى هذه المشاريع وحجمها والمناطق التي ستتركز فيها بإذن الله. تشارك وزارة الإسكان ممثلة بإدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية اليوم في معرض الخليج للعقار على مدار 3 أيام لعرض المدن الإسكانية اللي تقوم بها وزارة الإسكان من مدينة سلمان ومدينة خليفة ومشروع ضاحية الرملي وكذلك مدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة. اليوم نشوف بنك الإسكان تطور بشكل كبير من حيث المشاريع النوعية اللي قدمها واللي نشوفها انها مدروسة حسب حاجات المواطنين وحاجات نقول الزبائن المستهدفين من حيث المساحة، من حيث نوعية المحتويات في كل مشروع اللي يحرص انه يكون في الخدمات موجودة في مكان واحد. مشاريع الإسكان صراحة يعني جدا ممتازة وحديثة البناء والتطوير، وأسعارها أشوف أعتقد أنها مناسبة حق يعني حق المواطنين، أسعارها جدا جيدة، والناس حق المبتدئين أنه ممكن يمتلكون يعني منزل المستقبل مثل ما نقول إحنا.